السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. النهاردة هنتكلم عن أول درس في الفونكس كورس اللي هي كورس للصوتيات، صوتيات اللغة الإنجليزية أو الأصوات المختلفة في اللغة الإنجليزية اللي أنت لو يعني عرفتها كويس وأتقنتها كويس هتعرف تنطق جميل جدا في اللغة الإنجليزية وبطريقة fluently يعني فيها طلاقة. النهاردة هناخد أول ثلاث أصوات عندنا الA والE والI، زي ما أنتوا شايفين ده اسم الليتر، اسم الحرف، لكن صوته يختلف. يعني مثلا الحرف الأولاني اللي هو A دوت صوته بيبقى A، الحرف الثاني اللي هو E دوت اللي أنتوا شايفينه بيبقى صوته A، الحرف الثالث اللي هو I آخر واحد معانا النهاردة بيبقى صوته A A A. خلاص طيب، عندي اول حرف اللي هو ا زي في كلمه van، لو سمحت repeat after me مره واحده، once van sat damn hat walks and bed have pass. اوكي عندي هنا الاكزامبلز اللي هي السنتنسز اللي ممكن الA دوت يبقى موجود فيها اللي هو A. They repeat after me please once only. They managed to capture the bank manager in his flat. الاكزامبل التاني there marriage has been going through a bad patch. عندي الصوت التاني النهاردة اللي هو إيه بنزل اللي هو الفك السفلي شوية ما باجي انطقه كأنك كطفل لسه بتتعلم القراية والكتابة في اللغة العربية. نفس الفكرة، احنا في الاول بنعرف الاصوات وبعدين بتشبكها مع بعض وبتعرف تنطق الكلمة لوحدك. ايه ايه get head many friend bench bend bliss braid bread. اوكي عندي برضو الحرف الصوت الاخراني النهاردة معانا اللي هو حرف الاي اللي هو يتنطق ما بتنزلش الجو اللي هو السفلي اللي هو الفك السفلي شوية كأنك بتبتسم، بس ابتسامة يعني ايه غصب عنك شوية. ايه كأنها الكسرة في اللغة العربية. ايه 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 زي كلمة begin begin city city did did it is this sit six will. اوكي تعال نقارن ما بين الاصوات الثلاثه اللي خدناها النهارده. please repeat after me sat sit sit sat sit sit. يبقى انا في الحرف اللي هو الاي دوت صوته بان انت ما يعني ما بتخليش الفك السفلي عندك ريلاكسد، احنا بنشده شوية كأنك بتبتسم غصب عنك. bat bit bit bat bit bit lad lid lid lad lid lid rag rig rig rag rig rig bag big big bag big big. اوكي دلوقتي انا هديلكم هوم وورك اكسرسايز كده تكتبوه في الكومنتس تحت، هتعرف اذا كنت عارف تكتب الكلمه ولا لا. هو بعض الكلمات كده، اول كلمه اول وورد عندي هنطقها الاول يعني هي هتتنطق عن طريق صوت
A X A X أكيد أكيد كلمة. شوف بقى الكلمة دي عبارة عن إيه. Number two F A X F A X. Third one O E G O E G. The اللي بعديها و E T و E T. The next one F A S T F A S T. آخر واحدة the last one و E G و A G wig. اوكي لو عرفت الكلمات ديت اكتبها في الكومنتس تحت. وعندي كمان جملة كده بسيطة هنكتبها برضو لو عرفت تتملاها اكتبها في كراسة خارجية وبعدين اكتبها في الكومنتس. Sam can get wax for his red van. اقولها اخر مرة. Sam can get wax for his red van. يا رب تكون الحلقة فادتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله من كورس الفوناتكس أو الفونكس.